تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهارده. احنا في حلقتنا اللي فاتت عرضت على حضراتكم تقريرنا اللي كان في كفر الشيخ، في محافظه كفر الشيخ تحديدا في بركه غليون، وكان دي الزياره الثالثه لينا. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنتابع كل المشروعات اللي احنا بننزلها وبنشوف فيها ايه اللي تم، مش مجرد ان احنا بنلقي الضوء على المشروعات التنموية، لان ده هدف احنا بنستهدفه في البرنامج بقالنا حوالي 4 سنوات، وان احنا بنتابع المشروعات هي المشروعات دي التنمية. فلازم مش مجرد احنا مش برنامج بيروح يلقط لقطة وخلاص على كده، لا، احنا محتاجين المتابعة حتى علشان القائمين على المشروع نحفزهم لو هم عاملين حاجة كويسة جدا ومشيوا بخطوات سريعة وفيها تسابق بالزمن، فاحنا نحفزهم ان هم يكملوا ويكون في عندهم، وان احنا نشكرهم على مجهودهم. وايضا لو كان في نوع من التباطؤ شويه، حاسين ان في يعني كاميرا جايه عليهم، فلازم يكون في اليه افضل واسرع. والهدف من ده ان احنا حتى ما بنيجي ننزل المحافظات ونشوف المشروعات التنمويه اللي احنا بنشوفها، علشان تشوفوا بحضراتكم ده، انتوا مش هتقدروا تروحوا تشوفوا كل المشروعات اللي موجوده في كل المحافظات في مصر، لا، نشوفها يعني ننزل وتشوفوها بعينين حضراتكم. احنا الكاميرا اللي بتنقل لكم ده، احنا عينيكم اللي انتوا بتشوفوا بيها ده، عشان تتاكدوا ان في مشروعات حقيقيه وان في امل. هتعرفوا منين ان الواقع اللي احنا عايشينه حتى اذا كان في غلاء وكذا وكذا، ان يكون في امل في بكره ان شاء الله، وان فعلا اللي جاي يكون احلى. احنا اذا كنا بنبث الامل وبنقول لكم ان شاء الله بكره احلى، وان احنا بنقول دايما متفائلين بالله وتفائلوا بالخير تجدوه ومن ظن بالله يعني ظنك بالله خير، كل الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده لازم يكون مترجم، يعني في ترجمه حقيقيه على ارض الواقع، لازم نشوفه على ارض الواقع بشكل حقيقي. عشان كده بننزل بكاميرتنا، ممكن يكون فيها تعب فيها مشقة، ولكن في الآخر المحصلة لما بنعرض على حضراتكم حاجة فعلا حقيقية وواقع حقيقي حي شايفينه بعينيكم، تقدروا تحكموا عليه ويكون فيه فعلا إحساس إن إحنا بنقدم واقع مش مجرد كلام، أكيد بيبقى فيها راحة وسعادة أكبر بكتير من أي تعب إحنا ممكن نتعبه. إحنا عرضنا على حضراتكم في حلقتنا اللي فاتت بعد ما رحنا محافظة كفر الشيخ ورحنا بركة غليون، كنا قبل كده زي ما تفتكروا هنشوف مع بعض دلوقتي في الفلاش باك عشان نتذكر مع بعض، إحنا لما نزلنا قبل كده من حوالي في أواخر 2016 وشفنا المشروع هو بدايته خالص ولسه بيتبني، وإزاي كانت البركة دي كانت عبارة عن بركة وتحولت إلى أكبر يعني تتحول، كان وقتها لسه في البناء، إن هم كانوا بيبنوها علشان تكون أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، وإن مصر تتحط وتصطف في صفاف الدول الكبرى التي تنتج يكون في الإنتاج السمكي والزراع السمكي. فروحنا شفنا قد إيه ده في مشروع ضخم وكبير جدا، ولكن كان في مرحلة لسه التمهيد والبناء، كان لسه حاجة مفروض إن هي يعني لسه في المهد. وبعد كده بعدها بحوالي 9 أشهر أو بالظبط حوالي 9 أو 10 شهور رحنا تاني، بدأنا نلاقي الأحواض بدأت تتملي مية، وبقينا نشوف إن هنا هيبقى فيه أحواض جمبري، وهنا لسه السمك الصغير الزريع بيتعمل، وهنا لسه، وشفنا كنا محظوظين إن احنا نكون أول قناة وأول كاميرا برنامج ترصد وتشاهد يعني تشهد أول باكورة الإنتاج السمكي في بركة غليون، وشفناه كان لسه أول حاجة، وكان قد إيه فرحتنا بيه كبيرة قوي. يا المكان ده اللي احنا كنا جيناه ده من حوالي 9 أو 10 شهور بدأ ينتج، بدأنا نشوف الأمل بشكل حقيقي، بدأنا نشوف يعني الرزق، يعني دايما السمك هو مرتبط بالرزق، حتى اللي بيحلم دايما سمك يقولك انت جايلك رزق. فلما شفنا السمك حسينا قد ايه بطاقة تفاؤلية كبيرة جدا، كان أول مرة شفناه. بعد ما شفنا كان لسه في المرحلة دي، كانت المرحلة تقريبا مرحلة حلوة جدا ان احنا بدأنا نشوف الانتاج وكذا وكذا، ولكن كانت المصانع بقى اللي هي قايمة على المشروع ده، زي مثلا التصنيع والتغليف والتعبئة والعلف اللي هم بيغذوا بيه الأسماك، كل ده ما كان لسه في المرحلة النهائية، يعني مرحلة الفينش الانتهاء من المصانع دي، ولكن كانت لسه ما بدأتش المكان بتاعها يشتغل. رحنا ثالث مرة في بركة غليون علشان نشوف المشروع بعد ما اكتمل نهائي، وشفتم مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت، شفنا السمك بعد بقى ما طلع، وشفنا الجمبري بعد ما طلع وتغلف وتصنع، وبقى فيه مثلا أسماك معمولة فيليه، وأسماك شفناها وهي لسه صاحية، وكان قد إيه يعني منظر كان فعلا رائع جدا جدا،
شفنا المكن وهو شغال، وشفنا الاعلاف، وشفنا ازاي بيتم بتقنيه عاليه طبعا بمساعده وبمعاونه الالفانيه من الجانب الصيني، قد ايه ان هم خدوا النو هاو بتاعتها عشان يصنعوا تغذيه الاسماك بشكل وتقني عالي جدا ومهني عالي جدا وفني، بطريقه ان يكون السمك ده سمك امن وصحي، ان انت تقدر تاكل يعني يكبر السمكه ازاي بشكل ما فيهوش اي تلاعب، لا ده ولا اي هرمونات ولا اي كذا وكذا، لا اغذيه معموله بمقادير معينه. وشفنا ده من خلال المعامل اللي احنا شفناها هناك في بركه غليون، شفنا قد ايه فعلا المشروع ضخم ومشروع تنموي فعلا، يعني ان هو هيكون الاسماك دي ممكن تصدر وان هي يعني تكون موجوده في السوق المحلي وتعمل اكتفاء ان شاء الله بقدر يعني بقدر معين في السوق المحلي، وده اللي ممكن يأثر بعد كده على الأسعار، فده ممكن يكون يعني هو ده بكورة الأمل الجديدة اللي احنا شفناها في بركة غليون. تعالوا مع بعض نشوف الأشباك عن حلقتنا اللي فاتت عن بركة غليون والاستزراع، يعني ازاي شفنا المنتج في المنتج النهائي في بركة غليون، ونطلع ونرجع تاني.